توج نادي عكاظ في بطولة الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الشباب والتي أقيمت على مدار 4 أيام بمشاركة 74 لاعبا و18 ناديا، وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية نادي الهلال، وتمكن الاتفاق من تحقيق الميدالية البرونزية. وشهدت البطولة مستويات متميزة لأداء اللاعبين، حيث تأهل 15 ناديا من الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة للريشة الطائرة للناشئين 2022. تحدث عبر الهاتف مع رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة الأستاذ مقرن المقرن. أهلا بك أستاذ مقرن، مساء الخير. خلينا نتحدث في البداية عن تجهيز لهذه البطولة وكذلك الإعداد لمراحلها، كيف تم؟ مرحبا أخوي أستاذ أحمد، يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة، وشكرا للقناة الإخبارية على اهتمامها بالرياضة وخاصة الألعاب الفردية. الحقيقة البطولة تم الإعداد لها من وقت مبكر من هذه السنة من خلال التصفيات اللي تمت عبر البطولات الداخلية لمختلف الفئات السنية في مختلف مناطق المملكة، وشارك تقريبا بالتصفيات حوالي 400 لاعب من مثلوا تقريبا 40 نادي. جميل. خلينا نتحدث عن أجواء البطولة وتجربة اللاعبين في هذه يعني بحكم أنها بطولة تعتبر من البطولات التي تعتمد على الأفراد، كيف كانت الأجواء في البطولة وأيضا مشاركات الأندية ودعمها للاعبتها؟ الحمد لله كانت البطولة أو شهدت أجواء تنافسية عالية جدا ونتائج متقاربة بين الفرق، وإحنا دائما بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة نسعى لتوفير الأجواء المثالية للاعبين للتنافس وللتطوير إن شاء الله. جميل. هناك حديث في السابق كان يعني يتداول البعض أنه الأندية لا تدعم فقط إلا أو تضع كل جهدها في فرق كرة القدم، هل من خلال إقامتكم لهذه البطولة تغيرت النظرة أو شاهدتم أنه لا فعلا الأندية تدعم الألعاب الفردية من خلال دعم المواهب الشابة؟ بخصوص تفعيل دور الأندية، كان الحمد لله بجهود اللجنة الأولمبية السعودية واستراتيجية دعم الاتحادات اللي كان من ضمنها اتحاد الريشة للطائرة، فتكلم عن تقريبا 15 اتحاد مدعوم، وهذا ساعد الأندية لتفعيل اللعبة والاستفادة من جوائزها المالية اللي توصل في اتحاد الريشة إلى تقريبا 30 مليون سنويا. جميل. كان لكم بطولات أقمتوها في السابق للريشة الطائرة أستاذ مقرن؟ الموسم الحالي نعم، بخصوص الموسم الحالي إن شاء الله راح يكون ختام البطولات الداخلية للاتحاد هذا الموسم بدوري درجة الأولى لفئة الفريق الأول، وراح تكون إن شاء الله في مدينة الرياض. أما فيما يخص الموسم القادم إن شاء الله راح يكون فيه العديد من البطولات الداخلية لمختلف الفئات السنية من البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول وكذلك السيدات. جميل. بالإضافة لبطولات الدوري الممتاز للعبة. جميل. يعني هل مشاركة الأندية معكم في الاتحاد أستاذ مقرن تكون إجبارية ولا اختيارية في هالبطولات، بطولة الريشة الطائرة؟ لا طبعا، بخصوص الأندية هي الأندية المسجلة عندنا في الاتحاد واللي هي تقريبا 57 نادي، ونسعى إن شاء الله أو نطمح إلى يكون إن شاء الله 100 نادي مسجلين اللعبة على نهاية الموسم القادم. جميل. من يعشقون هالبطولة ويعني غير منتمين لأي نادي، هل يدعمهم الاتحاد مثلا بالتواصل مع الأندية القريبة منهم مثلا ليشاركوا تحت إدارة هذه الأندية في البطولات التابعة للاتحاد؟ أكيد طبعا، احنا نعتمد على المدارس ونعتمد على الأندية بشكل كبير، نعامل جميع الأندية وجميع اللاعبين بسواسية، وهذا اللي يزيد التنافس على بطولات الريشة. هل هناك مشاركات خارجية لكم في بطولات الريشة الطائرة؟ إن شاء الله راح يكون عندنا بطولة خارجية في دولة البحرين، بطولة الاتحاد العربي، وراح يكون مرافق لها بطولتين دولية، وهي أول بطولة هالسنة نشارك فيها خارجيا بسبب تأجيل البطولات السابقة لجائحة كورونا. جميل. لو سألتك وأختم معك أستاذ مقرن، ما الذي يحتاج الاتحاد للانطلاق أكثر في مساره؟
والله هدفنا الأساسي في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة هو نشر اللعبة وزيادة عدد ممارسينها بالمملكة، والحمد لله قدرنا في خلال الأربع سنوات الماضية أن ننشر اللعبة من خلال التعاون مع الأندية، وكذلك إطلاق العديد من البطولات والمشاركة في الفعاليات المجتمعية وإطلاق برنامج وقت الريشة المعتمد دوليا واللي هدفه هو توفير التعليم الرياضي للعبة وتشجيع على ممارستها، ونعتمد برضو على الإعلام والسوشيال ميديا في نشرها إن شاء الله. الأستاذ مقرن مقرن رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، شكرا لك.